من المنتخب تعالوا بقى نروح للزمالك ونطمن ايضا على معسكر تدريبات الزمالك في برج العرب. طيب الحمد لله برضو بطمنكم ان الاجواء مثاليه. يعني شفنا امبارح الفريق بعد نهايه التدريب خرجوا من بعد التدريبات بتاعتهم وراحوا لاحد المطاعم عشان الفريق ده مهم، ده مهم، ده مش حاجه ترفيهيه عاديه، يعني ده مهم جدا الفريق يخرج بره اجواء بقى الضغط بقى والتدريبات ضروري. يعني الحقيقه فكره حلوه جدا ان هم يخرجوا في نهايه اليوم، في نهايه اليوم التدريبي، بحيث ان هم يفكوا شويه عن الضغط شويه والتفكير في التمرينات والتفكير في التدريبات والمسؤوليات اللي هم يعني طبعا بيحملوها على عاتقهم، ويرجعوا تاني للمعسكر ولكن طبعا يكونوا في كامل نشاطهم. فضروري جدا حته الفصل دي، وانا من محبين فكره انك انت لازم تفصل شويه. النهارده فريقنا بيتدرب على فترتين، صباحي ومسائي، ومستر جوميز كان حريص ان هو يحقق اقصى استفاده ممكنه من معسكر برج العرب. لو سالتني عن معسكر برج العرب انا بشوف ان هو معسكر ناجح جدا. انت بتعمل فتره اعداد بدايه الموسم، صحيح ما معكش طبعا كل اللعيبه بعد انضمام زيزو وشحاته وناصر ماهر لمعسكر المنتخب، طبعا كل التوفيق ليهم يا رب ان شاء الله، ولكن ده على فكره اللي اتكلم عنه مستر جوميز. لكن انت بتعمل معسكر اعداد مع مدير فني هو اللي انهى معاك الموسم اللي فات، ودي ميزه كويسه جدا. في نفس الوقت بتعمل مباريات وديه، احنا شفنا كذا مباراه وديه قدرنا ان احنا نستفاد منهم بشكل كبير جدا الحمد لله، وقدرنا ان احنا او جوميز شفنا ان احنا نجرب اكتر من طريقه لعب، شاف اكتر من لاعب. يعني احنا بنتكلم في أربع مباريات أو أربع وديات خاض الزمالك منهم اتنين وهيخوض منهم مباراتين يوم السبت، ده كله في معسكر أسبوع. فاحنا بنتكلم إن جوميز عنده أهداف، الراجل يا جماعة جاي عنده أهداف يعني مموت نفسه فعلا عشان يحققها من المعسكر ده. هو مدرك بشكل كبير جدا كم المسؤوليات اللي علينا الفترة اللي جاية. فانت ضروري، هو المعسكر طبعا هو اسبوع يعني الى حد ما فتره كويسه، ولكن جوميز عارف يستغلها ان هو يعمل شغل مكثف مع لاعبته. فان شاء الله نجني ثمار معسكر الزمالك. في نقطه تانية مهمه جدا لازم نتكلم فيها، انه خلال الساعات الاخيره كل الناس بتقول ان الزمالك في طريقه لضم صفقات سوبر، وان الزمالك، وانا الكلام ده بطلع اقوله تقريبا كل يوم يا جماعه، انه الزمالك اتعاقد مع النجم الفلاني او النجم العلاني، والزمالك في الطريق، وعناوين بقى، عناوين بقى ومنشطات وريتش وسوشيال ميديا، والموضوع بصراحه بيبقى زايد عن حده جدا. كل العناوين اعتقد حضراتكم كلكم شفتوها وفرحتوا بيها اليومين اللي فاتوا، على الرغم من ان مجلس الاداره او النادي لم يعلن عن صفقة رسمية من اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أو تم نشر أخبار عنها. طيب ولكن خلونا نطمنكم، النادي أصلا كده كده في طريقه لضم صفقات قوية جدا، ولكن الزمالك في 48 ساعة كان في حالة كبيرة جدا من الهدوء، وكان في حالة تفاؤل كبيرة بين جماهير نادي الزمالك، وتفاؤل مصدره ان مجلس اداره نادي الزمالك شغال في هدوء وصمت على صفقات ترضي طموح جماهير نادي الزمالك، ب يعني طبعا راي مستر جوميز وموافقه مستر جوميز. ولكن طبعا الحلو لازم ما يكملش، وفي ناس اوقات الاستقرار او حاله الهدوء اللي بتحصل داخل نادي الزمالك تقول لك لا ازاي نادي الزمالك الدنيا هاديه، لا معلش بقى احنا لازم حالا حالا لازم نعمل اشعه تضرب الاستقرار داخل النادي، ويبتدوا جماعة محدش يقدر يقولك القصة كاملة. يعني الناس لما بتتداول قصة ما بيبقاش معها الأطراف كاملة، لأنه لازم يبقى شاف وحضر وتفاصيل كتيرة جدا، الناس ما بيبقاش معها قصص كاملة. ولكن أنا اللي يهمني في كل ده إيه؟ إن الجماهير، جماهير نادي الزمالك طبعا هي اللي بتبقى فاهمة كويس قوي إنه لما بنطلع الاشاعات دي او لما بنختلق القصص دي بيبقى هدفها انك
شايفك مستقر، شايفك شغال في هدوء، شايفك شغال على صفقات قوية جدا، فده مضايقني. فأنا بحاول طول الوقت إن أنا يعني أخرب عليك ده أو أبوظ عليك ده. فأنا كل اللي يهمني إن جماهير نادي الزمالك هي اللي تعكس بقى الكلام ده كله، ان هي كل ما تلاقي اخبار متداوله او قصص متداوله بتحاول ان هي تربك النادي او تهز استقرار نادي الزمالك تقفله على المواضيع دي تماما. وانت لازم يكون كلنا تركيزنا لدعم الفريق ولدعم نادي الزمالك، وخليك متاكد ان الشغل الشاغل دلوقتي. وانا بقول لكم وده برضو بقول لكم على طول انه ضروري جدا انه هيتم عقد صفقات جديده لدعم صفوف النادي، والزمالك ماشي فيها. واسمحوا لي بما اننا بنتكلم عن الصفقات وعن الميركاتو، الزمالك ماشي في طريقين، في صفقات ليها اولويه والصفقات دي تحصل قبل 12 سبتمبر لاجل او علشان السوبر الافريقي، وفي صفقات هتيجي بعد التاريخ ده، لانك طبيعي بتكمل ميركاتو موسم كامل هتلعب فيه 6 بطولات مؤكده، انا بتكلم دوري كاس سوبر رابطه كونفدراليه سوبر افريقي وللمره المليون. مش عايزه حد بجد ينساق او حد من جماهير طبعا نادي الزمالك هم اكتر ناس في الدنيا دي تهمني تنساق ابدا ورا اي حاجه بيبقى هدفها بجد انه نادي الزمالك ما يبقاش مستقر، ان الناس تبقى شايفه انه نادي الزمالك دلوقتي ماشي في اطار ان احنا نجيب صفقات كويسه او ندعم بصفقات سوبر، فيبتدوا يطلعوا اشاعه على نادي الزمالك تهز الصوره الذهنيه لنادي كبير زي نادي الزمالك. فاحنا اللي لازم نقف على فكره للكلام ده، واحنا اللي لازم نتصدى للكلام ده، واحنا اللي دايما لازم نصدر صوره ذهنيه عن نادي الزمالك، لانه مش هينفع نبقى احنا كمحبين وعاشقين واللي متربيين على حب نادي الزمالك احنا اللي بنصدر صوره ذهنيه عن نادينا ونادي اللي احنا بنحبه ونادي اللي احنا بنشجعه، لان احنا عايزين دايما نشوفه في احسن صوره ذهنيه، فما ينفعش ان احنا نتداول او ننساق وراء الكلام اللي بيحصل على مواقع التواصل الاجتماعي. وكده كده ناديكم ليه قناه رسميه، فلو في اي حاجه ولو تم التعاقد هنبقى اول ناس بنقول لكم. مره اخيره خليكوا ورا فريقكوا، احنا داخلين على فترة مليئة بالبطولات سواء بقى في كل اللعبات يعني فردية وجماعية وكل اللعبات، يعني انتوا عارفين ان احنا يعني عندنا يعني موسم طويل عريض كده محتاج بجد دعم جماهيري كبير جدا جدا لفرقتكم، فخليكوا ورا فرقتكم ولا تنساقوا ورا الشائعات اللي هدفها زعزعة استقرار نادي الزمالك.